شلون تقدر الأم أو الأب يتعرفون على حالة الطفل؟ في بعض المؤشرات تدل على أن هذا الطفل في فرط حركة ونشاط. المكملات الغذائية اللي راح نتحدث عنها اليوم عبارة عن مضادات أكسدة. في كثير من الأخوات تسأل هو شو الوقت المناسب لممارسة الرياضة؟ النصيحة مخصصة بالذات حق الأشخاص اللي يهمهم يقللون السعرات الحرارية. إليكي في الأوقات التالية.